اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر. اللهم أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم ألبسني العافية حتى تهنئني بالمعيشة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرني الذنوب، واكفني كل هول دون الجنة حتى تبلغني إياها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها، ويكون بلاغا لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر وردفوا خنادق الجزع وجازوا شديد العقاب وعبروا جسر الهوى. اللهم لا تشمت أعدائي بدائي، واجعل القرآن العظيم شفائي ودوائي، فأنا العليل وأنت المداوي، أنت ثقتي ورجائي، واجعل حسن ظني بك شفائي. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا أو حاسدا. يا رب ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. يا رب ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع. يا رب ارحم واغفر لكل من نشر هذا المقطع.